جواد، شفنا مؤخرا معلق جزائري اللي ما غاديش نذكر الاسم ديالو لانه ما نقولوش قصف او لا، عاير المرأة المغربية وكاع المغاربة بقى فيهم الحال وربما كنا بقى فينا الحال. اليوم شنو تقول لهذا الشخص؟ لانه انا كنعرف من زمان ما بغاوش يفوتونا، من زمان تنتمنى من الله سبحانه وتعالى انهم كل يديها في خدمته وكل يديها في بلاده. شوف، وحنا غاديين بخطوه ناجحه وراء صاحب الجلاله الملك محمد السادس. شنو تقول لهاد بصفه عامه بين قوسين خينا؟ نقول لهاد الانسان غير مثقف وغير فاهم، لا غير، لان فعلا كانوا مثقفين وكانوا قريبين. انا اليوم بغيتك تجبد المعايير اللي تدير. لا، لانه كون كان انسان واعي وكون كان قاري ما يهضرش بذاك الاسلوب، لانه ما اصلا ما هما شو يقول لها الشظايا ديال فرانسيس. اصلا ما عندكمش تاريخ، ما عندكمش اصل، عندكم جماجم ديال من الله اعلم. سالينا شنو تقول لي هو اليوم؟ نقول الله يعين الحياه تبا تمك. بغيت المعيار اللي تدير السوشيال ميديا جواب. سيريا المهتوك يا المشروك يا المصوف يا المفرقع يا المشتت يا المشق يا الخالص يا فصلت هو. بيت لك ان شاء الله فيما مشيتي تطيح. اللهم تعالى. لا، بيت لك ان شاء الله يدفنوك في الشوكه باش اللي جاي يسكر عليك. يا مسخوط الوالدين يا المسندر يا عين برزان يا المشرشم يا المشق يا المهتوك، تزيد باقي ولا تزيد؟ يا المفرقع يا المبوق يا اللي ما عندوش بطاطا يا اللي ما عندوش الزيت يا اللي ما عندوش الحليب يا اللي عندوش المقاطعه يا اللي يعني الفول في السبيطار يلي الملحه في الولايه. سيري بنتك ان شاء الله الجدم والهردام ان شاء الله توتني. شكرا لك جواد. جواد نرجعوا للمجال الفني. ايوا انت اللي بغيتي المعيره اخويا قلت لك. اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تي في وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد وزياره موقعنا www.masinktv.ma.